من هنا في مقاطعة ووهان الصينية بدأت حمى كورونا قبل شهرين. هنا في شارع سويكت في الخبر تظهر بعض أثارها. هذا الشاب يعمل منذ سنوات في سوق الاتصالات، يقول بأن الأزمة الاقتصادية التي خلفها كورونا لامست جيوب السعوديين. من أهم القطاعات اللي تأثرت في السوق السعودي في سبب فيروس كورونا هو قطاع الاتصالات بشكل عام والإلكترونيات في شكل خاص، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15% في الأسواق المحلية. تقريبا عندنا بقرابة 14 شحنة متوقفة حاليا في الصين في المصانع بسبب توقف أعمال المصانع، مع أنها منجزة وكاملة ووصلتهم تقريبا في نهاية ديسمبر العام الماضي. هذا يسبب لنا مشاكل مع مكاتب الاستيراد في الصين في صعوبة شحنها إلى المملكة العربية السعودية. تقدر صادرات الصين إلى السعودية في العام الماضي ب 700 مليار ريال سعودي. استقبلت الموانئ في المنطقة الشرقية أكثر من 450 ألف حاوية من الصين. يقدر الانخفاض في هذه الحاويات ما لا يقل عن 15% منذ مطلع يناير هذا العام. في شهر يناير الماضي فقط ارتفعت أسعار أجهزة الهاتف النقال والإلكترونيات بما يزيد عن 20%، وشهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في قطاع الغيار. ممكن احنا خلال هذه الشهرين نقدر نغطي النقص أو العجز الموجود من ناحية الأكسسوارات أو من ناحية الكماليات للأجهزة الإلكترونية بشكل عام في السوق، ولكن إذا استمرت الأزمة إلى 6 أشهر من الآن احتمال يكون في احتكار نوعاً ما عند بعض الموردي أو بعض الموردين الموجودين في السوق. موانئ المملكة وفي الشرقية خصوصا شهدت تراجعا كبيرا في السفن القادمة من الصين. يخشى المستثمرون من تعطل أو تراجع العمليات في الكثير من المصانع، كما تتكبد الشركات الملاحية السعودية خسائر طائلة. أغلب المصانع في الصين صار عندها شت داون، أدى إلى قلة في عملية شحن البضائع من سواء البلك أو الكونتينرات من الصين إلى الأسواق العالمية. حنا في المملكة العربية السعودية سبيشال المنطقة الشرقية في أثر حقيقي في انخفاض كبير أكثر من يمكن 15% في الشهر يناير أو فبراير. هذا حقيقة أثر على توفر الحاويات وعدم وجود الحقيقة المواد الخام من الصين. الأسواق المتأثرة في المواد الخام وكذلك المواد النهائية الاستهلاكية الكبيرة. طبعا احنا مقبلين على شهر رمضان وفضيل والأعياد قادمة، أعتقد أن التجار يعني لتغطية العجز اللي صاير من السوق الصيني حيتوجهون لأسواق أخرى لسد حاجة السوق السعودي، وكلنا ثقة حقيقة في المصنعين وفي التجار أنه يعني ما يكون في ارتفاع في الأسعار. ومع تعطل المصانع في الصين يتوقع اقتصاديون أن تطال آثار أزمة كورونا سوق السيارات في السعودية وأسواق التجزئة، وتراجعا أيضا في سوق السياحة والسفر في السعودية. عوض الفياض MBC الظهران.